لو بدأنا بالسيميلينك امبارح طلعنا على السيميلينك موديل تبع النون لينير موديل. خليني ارسمه هون. والنون لينير موديل راح يدخل عندي هون كيو انبوت اوف تي، ممكن يجي ستيب فانكشن او كونستانت. Q input of t أو rho Q input of t minus rho Q output of t بيساوي ال rate of change of mass اللي موجود في التانك، بس rho it drops out لأن rho كلها متساوية. هذا بعمل له integration. أعطيني إياه شفت مظبوط؟ عملت له integration فأعطاني الكمية اللي تكونت الإضافية أو التغير في الكمية لما قسمتها على إيه أعطاني الهايت، فهذا هون ممكن أسميه كأنه هذا دي دي أوف تي أجينست تايم، لما قسمته على إيه أعطاني اتش أوف تي، آسف هذا دي على تي، هذا هو تي أوف تي، ربط في واحد على إيه أعطاني اتش أوف تي، بعدين هون بندخله هاي هون فانكشن وهاي نون لينير فانكشن. بتعطيني كيو اوت اوف تي، قلنا امبارح انه كيو اوت اوف تي تساوي سي دي في ايه؟ 2 جي دي هاي الفانكشن. هذا نون لينير موديل، بامكاننا نعمل سيميليشن كامل، بس ما بقدر اخذ هذا واعمل له ترانسفير فانكشن، ولا بقدرش اطلع له لابلاس ترانسفورم اطلع له ترانسفير فانكشن، لانه نون لينير موديل، لكن بقدر اعمل له سيميليشن بالسيميليك. لو الان بدي اعمل عملت السيميليشن عملت اللينيرايزيشن، واللينيرايزيشن اعطتني كيو اوت دايناميك اوف تي بتساوي كي في اتش دايناميك اوف تي او كيو اوت total تساوي Q bar out زائد Q dynamic out of T و H total تساوي H bar زائد H dynamic of T. هذا اللي طلعنا عليه، قلنا بدنا نعمل لما نعمل linearization لازم افصل ما بين steady state variable و dynamic variable، ونفس الشيء عندي كمان Q in total of T تساوي Q in bar زائد Q in dynamic of T، لكن at steady state conditions Q in bar يساوي Q out. لو بدي ابني هلا الان هذا الموديل راح اخذ Q in dynamic of T راح اجمع له كيو بار راح يعطيني كيو توتال، كيو ان توتال بدي اطرح منه كيو اوت توتال اوف تي، هذا بعطيني النت، فهاي النقطة هي نفس هاي النقطة لأني طرحت هون كيو توتال ماينس كيو توتال، وهون طرحت كيو توتال ماينس كيو توتال، بس كيو توتال مكونة من كيو انبوت بار اللي هي مساوية لكيو اوتبوت بار وكيو ان دايناميك. أنا هون بكمل بنفس الطريقة بعمل انتجريشن، فبعطيني هون بعطيني دي في على دي تي، وهون بعطيني في اوف تي، بعدين بقسم واحد على ايه بعطيني اتش توتال اوف تي اتش الكلية، بس اتش توتال الكلية مكونة من ايش؟ من اتش بار واتش دايناميك، بس إذا طرحت من اتش توتال إذا طرحت منها اتش بار شو بضل عندي؟ اتش دايناميك. وبعدين هلا اتش دايناميك ما بحتاج لها نون لينير فانكشن او نون لينير ايكويشن،
حتى اطلع كيو دايناميك من اتش دايناميك ايش بضرب اتش في في بس فالان باخذ هاي رح تصير عندي هون اتش دايناميك اوف تي بضربها بكي وكي ستار هي نفسها كي موجوده هذا رح يعطيني الان كيو اوت بس هذا كيو اوت دايناميك مضبوط ايش لازم اضيف له؟ هاي النقطة هو نفسه at steady state conditions Q input bar و Q output bar متساويين هذا رح يعطيني Q out total of T وينه هذا الموديل هو linearized model بس حتى لاني عملت له linearized اضطريت ارفعه عند فوق steady state point في steady state point conditions يكون في عندي H bar Q in, Q output bar Q input bar at steady state conditions Q output bar يساوي Q input bar وهذا بصير at H bar وهلا هذول الاثنين نقدر نعملهم simulation البارح عملنا simulation لهذا رح اعمل اليوم simulation لهذا الموديل بالسيميليشن